بعتقد إنه الظروف الغير عادية هي بتشكل حافز للإنسان المبدع إنه يبحث وإنه يتثقف ويفكر في طرق مناسبة لإنه يوصل قضيته للعالم وإنه يوصل الأفكار اللي بيفكر فيها للعالم. بالنسبة لفعاليات السينما في أوقات الحرب أو الأوقات الغير عادية، هي في النهاية إذا بتدل على إشي بتدل على إنه هذا الشعب بده يعيش، هذا الشعب زيه زي أي شعب في الدنيا، بس اللهم إنه إحنا عايشين في منطقة صراع، المنطقة هذه بتحتم علينا إنه إحنا هيك نعيش، فمش إنه مش حنعمل فعاليات سينمائية، لا حنعمل فعاليات سينمائية، حنصنع السينما عشان في النهاية إحنا في عنا فكرة إنه إحنا شعب بحب يعيش، بده يوصل فكرته للعالم، بده يوصل فنه للعالم. مش بس التواصل بين المخرجين في غزة والضفة، التواصل بين المخرجين الفلسطينيين ومخرجين العالم مهم كمان، ويمكن بدي أخص إنه إحنا في غزة إنه شبه معزولين عن مش بس مخرجين الضفة، مخرجين الـ48، مخرجين العالم، فإحنا بس النافذة اللي بنشوف من خلالها العالم هي نافذة الإنترنت والسكايب أو أدوات التواصل الاجتماعي، هي اللي بتشكل لنا منفذ إنه نشوف العالم من خلالها، فلازم يكون التواصل فيزيائي أكتر بيننا وبين الناس، إنه نشوفهم فرش عمل، نشوفهم في لوكيشنات سينما، نشوفهم في أماكن عملهم، في تدريبات، إنه عشان إحنا نطور من حالنا وهم يتطوروا وإحنا نبدلهم تجاربنا كيف العمل في غزة من خلال الضغط في الحرب في التفاصيل هذه، في انعدام الأساسيات اللي بتقوم عليها السينما أساسا من معدات من كوادر بشرية من جميع الأشياء اللي بتصنع سينما.